الروس الآن سوف يلتهوا بشأنهم، سوف يذهبوا للالتهاء في معركة أوكرانيا التي سوف تطول، يعني لن تحسم. نعم، وبالتالي سوف هذا يؤثر على الوضع الروسي في الشرق الأوسط. خليني أوضح مسألة يعني حتى لا تتشوش الفكرة. أمريكا ليست دولة ضعيفة، أمريكا دولة قوية تمتلك إمكانيات هائلة، ولكن هنالك يبدو ظاهرا كما نشرح ضعفا في هذه الإدارة، وهذا ليس كما يعتقده البعض هو يعني غباء السياسة الأمريكية، لكن هم هذه السايكل الإدارات تجي الأمريكية تغير سياسات. عندك انتخابات نوفمبر راح تأتي، ومؤكد أن الجمهوريين سوف يحصل على الأغلبيتين في مجلس الشيوخ والكونغرس، وبالتالي سوف يضغطوا على بايدن، ولذلك أنا قلت الحرب في روسيا راح تطول، سوف تطول إلى أن يعود الجمهوريين إلى السلطة، سواء ترامب أو غيره، بعد هاي ما معروفة، زين هذا قرار حزب الجمهوري. هذا ماذا يعني؟ هذا البعض يقع في هذا الخطأ كما حصل عام 78 عندما جاء الخميني إلى السلطة وأخذ الرهائن، واعتبر أنه كارتر أيضا الديمقراطي ضعيف، يبدو أنه بايدن أضعف من عنده، لكن عندما جاء ريغان الجمهوري أشعلوا الحرب ما بين العراق وإيران ودفعت إيران الثمن. هذا الذي سوف يحصل أيضا، سوف يورط إيران في مستنقع، إذا أرادت أن تتورط إيران في مستنقع العراق أكثر ما هي متورطة الآن. ولذلك يعني ما فهمت من يورط إيران أبو علي؟ يورط إيران عندما تعتقد أنه أمريكا استسلمت أو ضعيفة أو كذا، وهذا ما حصل مع بوتين. بوتين أيضا اعتقد أنه سوف لن يكون هناك ردة محددة من أمريكا وأوروبا، ولكن أنا ذكرت لك حلف الناتو كان ميت سريريا، اللي أحيا بشكل واضح هو التصرف اللي قام به بوتين في أوكرانيا. الآن أكثر من 174 دولة وقفت بالضد من بوتين، بدأ اقتصاده ينهار، العقوبات أسوأ نوع وأخطرها من العقوبات بتاريخ البشرية، أكثر من 5600 آيتمز فقرة شملت بالعقوبات، مليارات الدولارات تم الاستيلاء عليها من طبقة الأوليغارشيا، القارش اللي هم ذول المقربين من بوتين المليارديرية. فهذا فعله، اسمح لي، هذا فعله مع دولة أقوى من إيران بألف مرة. فما من تجي الدائرة السياسية في أمريكا تتحرك مرة أخرى لتعود الصقور وما شابه ذلك، سوف يفعلوا في إيران أكثر من ذلك. الهدف الآن هو مو من الذي يرد على من، الهدف أنه في العراق أكو مجموعة سياسية، جماعة عصبوية استغلت الدين والمذهب وغطاء وما أعرف إيش، ووصلت إلى السلطة وتمترست من كل الأطياف ومن كل الأطراف. هؤلاء الآن يريدوا أن يستمروا بهذا المنهج ويعتقدوا بأنهم سوف ينجوا مما قاموا به. هذا التفريط بمصلحة العراق، هذا الخضوع، هذا الخنوع، سواء لإيران أو لغيرها، ولكن واضح جدا أنه إيران ممسكة بالملف العراقي من ألفه إلى زاده، وما تسمع من شعارات لا شرقية ولا غربية، هاي شعارات لا تغني ولا تسمن من جوع. استاذ احمد، وبالتالي هم يعرفوا انه ايران الان لها دور كبير، وانه امريكا تنتظر اللحظات التي تسقط ايران في هذا الفخ الكبير. انا اكو قضيتين اريد افهم منك بشكل مباشر. يعني هنالك من يريد ان يورط ايران بالمستنقع العراقي، انت تعرف ايران لا تشتغل بالنيابة عن احد، قراراتها إيرانية منطلقة من المصلحة والأمن القومي الإيراني، هذا أولا. الشيء الثاني، ما فهمت منك أو ماذا يعني أنك تربط الحرب الأوكرانية الروسية بلا ستنتهي أو سيكون لها حلا إلا بعودة الجمهوريين من جديد إلى الحكم، شنو الربط بهذا الموضوع؟ مؤكد أكو ربط، لأن هذه السياسة الداخلية الأمريكية هي تنعكس على السياسة الخارجية الأمريكية، هذا واحدة. هذا ما حصل في عبر التاريخ كله، الحرب العراقية الإيرانية جاءت بسبب ما حصل من أزمة الرهائن أنذاك في السفارة في طهران، السفارة الأمريكية، وجاءوا الجمهوريين أداروا هذه الحرب على مدى 8 سنوات ووقفوها بقرار بالاتفاق مع الروس، الاتحاد السوفيتي أنذاك. الآن هذه الحرب الأوكرانية تحقق مصلحة أمريكية كبرى، جعلت دول أوروبا تتوحد تحت ظلالها الآن، أي واحدة. الآن محور روسيا اللي يمثله إيران، كوريا الشمالية، معروف إيش، هذه الدول هي أصلاً منهكة، هذه هم حلفاء روسيا، وبالتالي الآن الروس يحتاجوا إلى من يبدل لهم طوق النجاة. الإيرانيين أقنعوا الروس بأنه دعونا نشعل الشرق الأوسط
ومن هذه الفعاليات ماكو الصعاديات يشمروهن مالتهم نشعل الشرق الاوسط عسى ولعل نحرج امريكا وحلفائها من دول الخليج واسرائيل، وهذا ما راح يحصل، هذا ما راح يحصل. تعرف ليش؟ لانه ايران ما عندها الشجاعه والقدره للمواجهه، تعوفك من جبن اللي يحكمون العراق الان هذول الجبناء، لان هذول اصلا صناع عند الايرانيين مو ساسه، وبالتالي الايرانيين لا يريدوا مواجهه عسكريه مفتوحه، يريدون ان يرسلوا رسائل بها ضغط عسى ولعل انه اداره بايدن ترجف او تخاف، وبالتالي تقول له تعال خلينا نرجع لفيينا. فيينا امرا محسوما، هناك ضغط داخل المجلس النواب، حتى من مجلس النواب الامريكي، حتى من الديمقراطيين الان بداوا يضغطوا على بايدن انه لا يذهب بهذا الاتفاق بهذا الشكل اللي كان يريده. ولذلك اقول المستنقع العراقي هي الفوضى العراقيه القادمه سوف تحسم امرين، اما ان النار تكون على حدود ايران او تتورط ايران في النار العراقيه. طيب، ولذلك وهذا هو التوضيح للسؤال.